خلينا بقى نتكلم ان المستشار مرتضى منصور، نروح بقى من كره القدم لكره اليد. قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضاعفه مكافاه الفوز ببطوله دوري المحترفين لكره اليد اللي فاز بيها الفريق الاول لكره اليد النادي امبارح بعد الفوز على الاهلي بنتيجه 29-22. وجاء قرار رئيس نادي الزمالك بعد الاداء المشرف اللي قدمه جميع اللعيبه خلال البطوله في المباريات اللي اقيمت طبعا بينهم، وكمان الاداء المشرف اللي كان في مباراه امبارح ضمن منافسات المرحله الاخيره من مرحله تحديد بطل المسابقه. طبعا اكيد بنبارك لفريق الزمالك لكره اليد، بنبارك له على التتويج بالبطوله. بكده خلصنا فقراتنا الاولى، تعالوا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي اخبارنا، خليكم معانا. يتابع المشهد ويكشف كواليسه ليأتي